مفيش اختلاف ابدا ان كلنا بنكون محتاجين اننا نتأكد من مشاعر الطرف الاخر او الشخص اللي بيحمل لنا اي مشاعر او اللي جاي بيصارحنا ايا كان، على اقل تقدير علشان نقدر ان احنا نحط رجلينا على الطريق الصحيح. باختصار كده ده موضوع حلقتنا النهاردة، يلا بينا. اهلا بيكم. طبعا خلوني في البدايه كده ارحب بيكم واشكركم جدا على كلامكم الجميل اللي فوق الوصف. حلقه النهارده بتنزل في المنتدى، بتاخد اعلى تصويت. الحلقه باختصار كده علامات الحب الصادق عند كل برج من الابراج. ولكن في البدايه خليني اقول لك، لو انت جديد عرفنا بنفسك عشان نرحب بيك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك طبعا واضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك عشان نفضل متواصلين مع بعض. كمان انا سايب في وصف الفيديو روابط قنواتنا الاخرى اللي حابب ان هو يشترك فيها، ويلا بقى ندوس اللايك التشجيعي المهم جدا لدعم القناه ودعم الفيديو. دوسوا لايك ويلا بينا بقى. طبعا احنا في الحلقة دي معانا كل الابراج، وما دام معانا كل الابراج مش هينفع نقول كل العلامات طبعا كاملة، ولكن هنركز على حاجة ملفتة قوي وثابتة تقريبا في معظم مواليد البرج الواحد، وبتكون ظاهرة ليك قوي تقدر من خلالها ان انت تترجم كتير قوي. هنبتدي باول الابراج وهو برج الحمل، ايا كان بقى رجل او امرأة. برج الحمل اختصارا كده لو حبه صادق تجاهك هيبقى عايز يقتحمك قوي من الداخل بسرعة البرق. يعني كلمني عن نفسك، كلمني عن اللي انت بتحبه، عن اللي انت بتكرهه، عن المواقف الصعبة اللي حصلت لك. انت بتحب ايه؟ انت عايز ايه؟ احلامك ايه؟ طموحاتك ايه؟ اهلك ايه؟ كل ده برج الحمل عايزه في يوم واحد في 24 ساعة. برج الحمل لو اتعامل معاك بالمنطق ده وكان في استمرارية في التعامل بالنهج ده او بالمنهج ده، اعرف على طول ان البرج ده صادق جدا في مشاعره تجاهك. انا برج حمل وعارف انا بقول لكم ايه. عشان نفهم اكتر، البرج ده مع طبيعته النارية ورتم حياته السريع قوي ومستوى مشاعره الملتهبة قوي بيبقى عايز يعرف عنك كل حاجة. برج الحمل لو لقيته مش عايز يعرف عنك كل حاجة، او بمعنى ادق مش مهتم ان يعرف عنك كل حاجة، اعرف ان ده على طول مش حب صادق. وبينا بقى ندخل على برج الثور علشان وقت الحلقة. برج الثور الترابي برج كتوم من الدرجة الأولى علشان تبقوا عارفين. أول حاجة لو حكالك عن أسراره، لو برج الثور قاعد معاك وبيحكي لك عن حاجات أنت عارف إن الحاجات دي أسرار، اعرف إن البرج ده على طول بيعشقك، على طول بيحبك حب صادق ومفيش كلام بعد كده. يعني نقدر نلخص الكلام كله، لو لقيت ان برج الثور بيحكي لك عن اسراره الخاصة، عن اسرار حياته، دي اكبر علامة تدل ان البرج ده فعلا بيحبك بصدق كبير قوي. نقدر كمان نقول لك ما تنتظرش من برج الثور ان هو كل شوية يقول لك بحبك وما اقدرش استغنى عنك. لا، هو مش من الابراج اللي بتاعت كلام قوي في المواضيع دي. بينما برج الجوزاء الهوائي المشاركة، وبما انه هو برج في المراقبة استاذ ورئيس قسم، يبقى هيراقبك قوي وهتلاقي عارف عنك تفاصيل كتيرة قوي ومش بعيد يحكيها لك كمان ويقول لك انت عملت ايه في يومك، ولو معرفش هيسألك ومش هيمل لو انت حكيت له من اول الصبح لحد ما بتيجي تنام، هيسمعك ويقول لك كمان. لو ما عندوش الصبر وبدأ يطلع طبيعته الزهوقة أو الملولة معاك، اعرف ان لسه بدري شوية على الحب الصادق. يعني كمان ممكن تقيم الموضوع من خلال نقطتين. اول حاجة انت هتحس منه باهتمام كبير قوي ولكن على فترات، يعني اهتمام برج الجوزاء مش ممكن تلاقيه دائم بنفس المقدار، ممكن يعلى وشوية ينزل ويرجع يعلى تاني. حتى برج الجوزاء دي من عادته لما بيحب، كمان هتلاقي عنده حتة ان هو مهما حكيت ومهما عملت ما عندوش حتة الملل منك. بس العلامتين دول كفيلين قوي ان يعرفوك ان برج الجوزاء بيحبك بصدق قوي، ولو انت شاطر بقى حاول ان انت تمتحنه في المواضيع دي. بينما بقى برج السرطان المائي باختصار كده عشان برضو ما نتكلمش كتير، لو حسيت بالثقة قوي فيك، لو حسيت ان البرج ده وثق فيك لدرجة كبيرة قوي لدرجة ان هو بقى بيحس معاك
بالامان. انت لو حسيت بده على طول، اعرف ان هو على طول ما يقدرش ان هو يستغنى عنك. برج السرطان من اكتر الابراج اللي ما عندهاش ثقة في حد، والحد الوحيد اللي بتثق فيه هي الحد اللي ممكن تحبه بصدق، وبصدق قوي كمان. عشان نوفر عليك كلام في الجزئية دي كتير أوي، ممكن نقوله اللي عايز يكسب قلب برج السرطان لازم الأول يكسب ثقته. فمعنى ان انت كسبت ثقته على طول اعرف ان انت موجود جوه قلبه. اعتقد احنا كده خلصنا اي كلام ممكن نقوله في الموضوع ده. تعالوا بقى ناخد برج الأسد الناري. ملك على كل الناس ومعاك انت، يحسسك ان انت ملك متوج، او لو هي الانثى تحسسك ان انت ملك متوج، ولو هو الرجل يحسسك ان انت ملكة متوجة، يعاملك كأنك برنسس، كأنك برنسيسة. باختصار برج الاسد لو ما عملش كده اعرف ان مفيش حب ولا اي حاجة من ريحة الحب. برج الاسد لما بيحب بيقدر الطرف الاخر قوي قوي، وبيهتم قوي بشكله قدام نفسه وقدام الاخرين. طيب نأكدها أكتر، نأكدها أكتر ونوضحها أكتر. برج الأسد ده عشان نكون منطقيين من جواه عنده حتة أو حتتين أو ثلاثة من الغرور شوية، بل ممكن إن احنا نقول إن هو متكبر إلا معاك لو بيحبك. خلاص الكلام كده خلص. عذراء كل ما ينتقدك أوي كل ما تعرف إن هو بيحبك أوي، وكل ما يقربك من حياته الأسرية قوي ويحكي لك عنها ويحاول ان هو يعرفك بيها، اعرف ان هو برج صادق جدا في مشاعره معاك، وان انت من اولوياته. غير كده يبقى كلام فاضي، ولسه بدري قوي وقدامنا مسافات كتيرة قوي على ما نوصل للحب الصادق ده. العذراء باختصارا كده بيبحث عن المثالية تقريبا في كل شيء، وبالنسبة له مادام انت حاجة مهمة قوي وساكنة جوه قلبه هو عايزك في أحسن صورة. علشان كده مش هيسكت على أي حاجة هو شايفها غلط أو إن هو شايفها ما تنفعش. ده العذراء لما بيحب. تعامل معاك بقى بلا مبالاة وتطنيش، اعرف ان لسه بدري قوي على الحب الصادق ده. يلا بينا بقى على برج الميزان الهوائي. ايه رأيكم ان احنا نختصر الكلام الكتير قوي اللي ممكن نقوله عن برج الميزان ونلخصه في حاجة واحدة بس؟ موافقين؟ اعتقد ان انتم موافقين جمهوري بقى، وانا عارفكم وعارف ارائكم، ولكن خلينا نستغل الفرصة دي ونذكر بسرعة كده اللي نسي يدعم الفيديو ده بلايك، يا ريت يدعمه بلايك، عايزين نشجعه وعايزين نحافظ على الاستمرارية ونكبر القناة دي. يلا بقى نشوف برج الميزان باختصار كده. لو نفذ 60% من الوعود او القرارات اللي اتخذها معاك اعرف انه بيحبك حب صادق قوي، غير كده اعرف ان لسه بدري. العقرب المائي اذا اتعامل معاك بحب امتلاك، اكتر الابراج اللي لو ما عملش كده اعرف ان هو ما بيحبكش حب صادق. العقرب لو اتعامل معاك حب امتلاك اعرف ان هو ما يقدرش يستغنى عنك. احنا مش هنتكلم اكتر من كده، ويكاد يكون البرج الوحيد اللي دي الطريقة الامثل والاشهر للتعبير بيها عن حبه الصادق. عشان كده بنقول اللي هيرتبط بأي حد برج عقرب ايا كان راجل او امرأة يعرف ان دي صفة بتجري في دمه ولازم يتقبله بيها، لانه مش هيقدر ابدا يغيرها، ولا سيما لو كان بيحبك الحب الصادق. الجدي، القوس بقى الاول قبل برج الجدي، تعال نشوف برج القوس. اول ما يصحى من النوم اهتمام، والظهر اهتمام، وبالليل اهتمام، وقبل ما ينام اهتمام، وبين كل فترة وفترة اهتمام. ده برج القوس لما بيحب بصدق. على فكرة البرج ده بالنسبة له التعبير عن الحب الصادق هو الاهتمام، اكتر حاجة ممكن يعبر بيها عن حبه الصادق تجاهك، وكمان خفة الدم والفرفشة اللي هي اصلا في طباعه. هتلاقيه دايما عاوز ان هو يلقي جو من المرح والفرفشة والدعابة، وهو شاطر قوي في حاجة زي كده وما ينزهقش منه. على فكرة باختصار كده ده برج القوس لو حب بصدق، غير كده يبقى لسه بدري شوية.
ما تقولش عليه غامض وما تقولش عليه بيتعبنا، اكيد بنقصد برج الجدي. احنا هنساعدك بشكل كبير قوي في الحلقة دي. شوف باختصار كده، هي حاجة لازم يعملها برج الجدي سواء كان رجل او انثى مع الطرف او الشخص اللي بيحبه بصدق، الا وهي محاولة تطويرك للافضل بشتى الطرق، مهنيا وعمليا وفي شخصيتك كل حاجة ومادية. ده برج الجدي الترابي لما بيحب بصدق أوي. لو ما اهتمش بالحاجات دي اعرف ان مفيش حب صدق وان كله كلام فاضي. خلي بالك بقى، خلي بالك بقى أوي من الحتة دي، ويخاف على صورتك أوي قدام اي حد، ويحب ان صورتك تكون للافضل دايما، وتلاقيه دايما مهتم بنجاحاتك العملية او الدراسية. يعني لو انت في دراسة او انت في دراسة تلاقيها من اكتر الحاجات اللي لازم يسألك عنها كل يوم، ويسأل ويدقق في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل. الحاجات دي اساسيات عند برج الجدي لما يحب بصدق، غير كده مش عايزين نقول، قلنا يعني يبقى بيهرج. باختصار كده لما نتكلم عن برج الدلو الهوائي في النقطة دي، نقدر نقول لك حاجة واحدة: لو سمع كل يوم قصصك الأليمة بدون ما يمل أو يزهق، وحكى لك على تفاصيل يومه بالتفصيل، ده برج الدلو. وخلي بالك برج الدلو في حتة في كتير ما بياخدش باله منها، ما تنتظرش منه الاهتمام بنفس المقدار على طول. يعني برج الدلو من طباعه ودي شخصيته ان هو ممكن زي برج الجوزاء كده، ممكن يهتم بيك قوي وتلاقي فترة كده الاهتمام ده قل شوية، وده مش معناه ابدا ان في تغير في مشاعره، ولكن دي طباعه. الحوت بقى، الحوت ده على فكرة يبان عليه قوي قوي قوي، لأنه عنده كمية مشاعر تكاد تكون متحكمة فيه بنسبة كبيرة قوي. ولكن انت هتتأكد ازاي وايه الدليل اللي ممكن يكون واضح وظاهر ليه؟ علامات الحب عند برج الحوت ان هو مش هتلاقيه يدوس لك على طرف، وان هو هتلاقيه بيتعامل معاك بكمية احتواء غريبة بالنسبة لك انت ما انتش مصدقها، وهتلاقيه بيحاول بشتى الطرق ان هو يكسب قلبك وان هو يستميله. وخلي تلاقيه بيحاول يشوف ايه اللي انت بتحبه ويجيبه يجيبهولك او يعمله، حتى ممكن يسألك اللون او اللبس اللي انت بتحبه، او هي تسألك وتلاقيه راح اشتراه او راح لبسه. برج الحوت لما بيحب بجد بيبقى كده. وخلي بالكم بقى من حتة اخيرة ومهمة قوي: اذا برج الحوت حب بجد ما بيكونش جريء قوي مع الطرف الاخر. ده لما بيحب بجد، نحط تحت كلمة بجد دي مليون خط كده. خلاص خلصنا. اتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم وافادتكم. اكتبوا لي ارائكم، انا بستناها، وتقريبا بقرا كل التعليقات بتاعتكم وكمان بتقبلها ايا كانت. واللي نسي بقى يدعم الفيديو بلايك، يا ريت يدعمه بلايك. عايزين طبعا ندعمه ونوصله لاكبر قدر من الناس. ويلا بينا بقى على المنتدى عشان تختاروا معايا الحلقة القادمة وتشاركوني برأيكم، حابين تكون ايه؟